طيب في قصة جميلة نعرفها كلنا أيها الإخوة لكن هي جحوية يراه أحد جيرانه يوما في الليل يبحث تحت بقعة الضوء عن شيء قال يا جحا عن ماذا تبحث بالله؟ قال عن مفتاحي مفتاح أحد البيوت قال وأين فقدته؟ قال في الدار قال ويحك فلما تبحث عنه هنا وخارج الدار؟ قال الضوء هنا أكثر الضوء هنا أكثر ما المراد؟ هذه الجحوية المراد منها أن الذي لا يعرف طريق الاستنارة يقع فريسة لماذا؟ للوصفات والطقوس والآليات خذ الطريقة هذه اقرأ الورد هذا روح للشيء مش هيك يجب في البداية أن تعرف ماذا تريد بدقة ولا يمكن أن تعرف ماذا تريد بدقة إذا قيل لك يا ماذا تريد ما حدا بقول لي إيش بدي لابد أن أتحسس هذا أنا بحدسي بحاجتي أنت تعرف ما إذا كنت ظمآن أو إيه؟ أو جوعان في إنابة في هذه المشاعر لا لا لا, لا لست ظمآن أنت مخطئ أنت جوعان أنا الذي أعرف تماما لدى العارفين مثل مشهور ومثل مثل صوفي يقول لا ترسل قبلة مع مرسال لا ترسل قبلة مع مرسال القبلة لا إنابة فيها المشاعر والوجدانيات لا إنابة فيها التفكير نفسه لا انابه فيه. في مناظره، محاوره، تثاقف، بس ما في انابه. معظم الناس يستني في هذه الاشياء، ما رايكم؟ خاصه في التفكير، وفي الحدوث، وفي الحاجات الروحيه. بيجي بدلك هو كيف؟ لا، قبل ان يدلني لابد ان اعرف ماذا لدي. ما هو نوع العطش الروحي الانطولوجي الوجودي الذي أُعاني واكابده. الذي برح بي، واضح؟ ثم لابد أن أنطلق من إيه؟ من لياقاتي التي زودتني بها السماء مستحيل أن الله ألقاك هكذا أه؟ تحتاج إلى عيون غيرك كما قلنا التجربة لا تستنسخ ولا تلقن لذلك إذا لم تفعل هذا لم تستخدم عيونك وأثرت أن تستخدم آذان الآخرين أو ألسنة الآخرين تعرف ما الذي يحصل؟ تفقد عيونك لن تحرم فقط من منافع ما تلقي ألسنتهم أو يسمع منهم بل ستفقد منفعة بصرك أنت أيضا. هنا سأقتبس أيسوب. لن أقتبس جحا ولا الرومي، سأقتبس أيسوب في واحدة من أروع حكاياته التي هزتني. في خرافات أيسوب اليوناني يأتي الخلد، تعرفون الخلد هذا الحيوان الأرضي الذي لا بصر له. يتشمم لكن لا بصر له. بالأسنان الماضية جدا. يأتي الخلد الصغير إلى أمه. يقول يا أماه باركي لي. ما أنا فيه ما صرت عليه ما هو يا بني قال صرت بصيرا بحمد الله <applause> 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 الخلد لا يبصر طبعا ما في بصر أنا بشوف قال قالت له عجيب وأن لك البصر قال هكذا السماء أغدقت علي بهذه النعمة صرت أنا مش فقط أشم كلنا شم نحن إيه معاشر الخلدان ولكن أنا أبصر قالت له لنجري تجربة فوضعت أمامه قطعة من بخور قطعة من بخور قالت له ما هذا؟ طبعا ما عنده بصر اصلا هو فذهب يتجمم قال قطعه حجر هذا حجر صخره قالت هكذا يا بني ليس فقط انك اعمى لا تبصر بل فقدت حاسه الشم ايضا هذه مثل الجحويات ومثل الروميات عميقه جدا وعلى فكره الصوفيون العالميون مش العرب حتى الاعاجم يوقرون جدا ايسوب ويستخدمون بعض ايه حكايات وخرافاته في دواوينهم صوفيه الاعاجم والغرب ايسوب يعتبر استاذا روحيا بهذا المعنى يعاد قراءه هذه الخرافات والقصص التخيليه قالت انت مش الان ايه اعمى بس ما عندكش أي بصر كمان فقدت حاسه الشم خلاص انتهى كل شيء للاسف الشديد ما معنى هذا معنى هذا ان الذي ينطلق الى الله ولا يحسن استخدام الملكات التي زودته بها السماء اتكالا على ما يقال وما يلقى في روعه وما يردده الاخرون وقد يكون الاخرون هؤلاء اكثرهم الا قليلا من الكذبه السراق النهاشين للمعارف كما وصفتهم في صدر الخطبه في هذه الحاله ستنقطع تماما وتموت محروما اقول قولي هذا واساله تبارك وتعالى ان يصلني ويصلكم ويعرفني ويعرفكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباع باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني واخواتي قد يثير بعضكم اشكاليه فيقول اذا كانت التجربه العرفانيه لا تستنسخ ولا تلقن ولا تعلم لكي لا تكون اليه ميكانيكيه فاقده لمعناها واثرها فكيف يمكن للعارف الذي اتصل؟ الذي اتصل ان يعيش في هذا العالم؟ كيف يمكن له ان يتواصل مع هذا العالم إذا؟ هل ينقطع عن هذا العالم؟ لا يتواصل يتواصل وله طريقته في التواصل ايها الاخوه لا تقوم على التغافل ولا التجاهل لكن تقوم على التواضع بمعنى انه خاطب الناس على قدر عقولهم بعد ذلك ومن هنا ضرورة ضرب الأمثال ضرورة ضرب الأمثال لأن المعنى لا يمكن أن يصاغ الصياغة المباشرة فلا يبقى إلا إيه؟ إلا الحكاية الرمزية إلا الرمز من وراء وراء من وراء